أقدم مجهولون على تخريب عدد من الأشجار التزيينية على مستوى طريق طواجين ببلدية الزبوجة بشلف. الحادثة خلفت موجة من السخط والاستياء وسط مواطني المنطقة الذين طالبوا بفتح تحقيق في القضية بغرض توقيف الفاعلين وإحالتهم على العدالة. يحدث هذا في وقت اعتبر فيه أهالي الزبوجة بأن ما حدث جريمة في حق البيئة والمحيط، وخاصة وأن الأشجار المقطوعة من نوع الفيكيس تم غرسها في عملية تطوعية شارك فيها عشرات المواطنين. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصالح أمن دائرة الزبوجة قد تدخلت لفتح تحقيق معمق في ملابسات هذه الحادثة في انتظار ما ستسفر عليه التحريات الجارية.